أولمبياد أول لشباب الجامعات الإفريقية نظمته جامعة الأزهر الشريف بمشاركة فرق من 27 دولة يمثلون جامعات الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة، غرب وشرق وشمال وجنوب ووسط إفريقيا. تستمر فعاليات الأولمبياد حتى 18 من مارس الجاري. هذه الفعالية الثانية التي تقيمها جامعة الأزهر من خلال اتحاد الجامعات الإفريقية، وهو الأولمبياد الأول لكرة القدم والسلة وألعاب القوى على مستوى قارة إفريقيا. يشارك معنا 27 جامعة من جامعات قارة إفريقيا. لأول مرة كل إقليم بيمثل فرق مشتركة في كرة القدم والسلة وألعاب القوى، بمعنى تاني أن النهاردة لأول مرة بنلاقي دول الشمال من مصر لموريتانيا كلهم بيشجعوا بعض، لأن الفوز في أي دولة فيهم فوز للإقليم كله. يتنافس 640 شابا من الدول المشاركة في الأولمبياد في ألعاب كرة السلة والقدم وألعاب القوى. دي محاولة إن إفريقيا تكتفي ذاتيا بتعاون شبابها وبتعاون كل الدول الإفريقية مع بعضها البعض، ودايما الرقي والتقدم يتم عن طريق التعليم والبحث العلمي. كانت جامعة الأزهر شهدت خلال الأيام الماضية فعاليات افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية، بالإضافة إلى عدد آخر من الفعاليات التي تأتي بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وإعلان 2019 عاما لشباب إفريقيا. يأتي انطلاق أولمبياد شباب الجامعات الإفريقية الأول لما للرياضة من أهمية في توطيد العلاقات بين شباب الأفارقة باعتبارهم ثروة الحاضر وقادة المستقبل. كريم الشيخ الغد، القاهرة.